السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات. كلنا آذان صاغية وقلوب واعية لأحبتنا من مختلف المدن والأقاليم المغربية، نتواصل معهم، نتجاذب أطراف الحديث، ونبت حزننا وهمنا، ونرفع أكف الضراعة لخالقنا وبارئنا. هذه اللحظة أيها الأحباب الكرام نتحول إلى أين؟ إلى أسفي. معنا السي فؤاد. سلام الله عليك يا عمي الحاج كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي واحتراماتي سي الحاج، راك الأب ديالنا يعني وقدوة ديالنا الحمد لله. تحية الكبيرة وتحية الأخي سامي، نتمنى الله تبارك وتعالى يديم عليكم نعمة الصحة والأمن والأمان إن شاء الله تعالى، والازدهار والتألق في العمل ديالكم الصالح يا ربي. أمين يا رب يا رب. بارك الله فيك سي فؤاد، شكرا لك مولاي. الله يغطيك، الله يكبر بيك، وراك يعني عزيز اللسان على التعبير ولله الحمد. يعني يا خون يعني التعبير ما شاء الله. وتحية لكم كبيرة سي الحاج. عندي واحد يعني واحد دعاء، واحد سيدة لمنانة يعني تاهي ضعيفة البصر هنا جارتي هنا في أسفي، يعني وقلدتني قالت لي الا دزتي مع الحاج يقول لي دعا معايا بالصحيحه والمستمعين يامنوا. هي راه كتسمع فينا الان يعني، ولقد بلغت. اللهم تعالى يرحم الوالدين. والسي الحاج لا يخفى عنك يعني انا كمكفوف يعني بحالي بحال خوتي المكفوفين، يعني رب اسره يعني الحمد لله، واللهم لك الحمد. ومع الوالدين دابا انا مستقر مع الوالد والوالده، وتم على قد الحال يعني الوالد طالب معاش وكما كيقولوا كيخدم غير بالجور ديالو بالنهار، والصحه بدات كتعيا يعني في مواليد 1956 ما شاء الله ولله الحمد. الحمد لله على كل حال يعني مع العتام ما راه وداك الشيء، والصحه بدات كتعيا والوالدين تاهما الوالده تاهي وكاك ولله الحمد، يعني عايشين تحت جناحهم الحمد لله. الحمد لله الله يخليهم ليك، يعني ما عندناش وما خاصناش. واني انت عارفني سي الحاج يعني كنخرج مع وجه الحباب بحال وجهكم وجه المستمعين الكرام، يعني نهار كاين نهار ما كاينش. هاد الايام دابا واحد 3 ايام انا ما خرجتش، عاودت رجعت عليا واحد الطيحه اللي كنت سبقت وقلت لك اودي الحاج، يعني كطحت على الركبه ديالي في حد يعني واحد الشارع كنت غادي خارج، ودابا يعني كتعطيني صداع شويه. مش شديت غير واحد يعني من لافارماسيان بلا ما نذكر الاسم ديال واحد المنتوج، يعني باش حزمت الرجل ديالي الركبه ديالي واحد تحت من القصبه شويه. والحمد لله الحمد لله على كل حال، يعني كنتقاتلوا مع الزمان سي الحاج. لا اله الا الله، لك الحمد. كنتقاتلوا مع الزمان باش نديروا الزريعه، يعني الزريعه الحمد لله واحد الوليد الحمد لله. نتمناك الله تبارك وتعالى تدعي لينا معاه يا ربي، نبتوا نبات حسن يا حفظه وين بتحسن وجاب القرآن تكون وليدات مبروك عليك إن شاء الله. مبروك عليك يا أخويا، كبر في العز ديالك إن شاء الله وتعالى. والإخوان سي جواد ولا سي عبد النور كيشكروك، سي عبد النور بالخصوص راه كيشكرك جزيل الشكر. والإخوان المستمعين يدخلوا ويدعمونا في هذه القناة شجرة أمال للمكفوفين، قناة شجرة أمال للمكفوفين كتبوها بالعربية، ويدخلوا تابوناو معنا ويشجعونا. الحمد لله كنديروا قصاص ديال المعاناة الإخوان المكفوفين راه كاينين تما، وكيحطوا الأرقام ديالهم منهم أنا نيت عبد الله الضعيف، دير قناة يعني دير الفيديو ديالي ديال معاناة فؤاد مرشد من مدينة أسفي، يكتبوها بالعربية كاين النيميرو ديالي تما، وكنحكي القصة ديالي معاناة فؤاد مرشد من مدينة أسفي، يعني فيها النيميرو ديالي تما. واللي بغى يدخل يتعاون معايا ويعني يساعدني ولو بكلمة طيبة معنويا، الحمد لله المكفوفين راه محتاجين للدعم النفسي، والدعم النفسي وانت كتعرف هادشي الحاج المكفوف محتاج للدعم النفسي. المادة كتبقى يعني وسيلة كنعيشوا بها وكنقضوا بها الصوالح ديالنا، ولكن الدعم النفسي راه ما كيتعوضش الا من عند الله سبحانه وتعالى وبعض الصالحين بحال وجهكم اللي كيشجعونا وكيخلونا يعني نعيشوا عادي في الحياه ديالنا المعيشيه، ولله الحمد والشكر سي الحاج. يعني كما قلت ونكملوا ايها الاحباب الكرام ونختموا
بالمزيد من الدعاء، لأن ربنا عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المتأخر من الليل، اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، إنا نسألك موجبات رحمتك، ونسألك اللهم عزائم مغفرتك، ونسألك اللهم السلامة من كل إثم، ونسألك يا ربنا الغنيمة من كل بر، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين، واحمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم يا ربي وارحم أمتنا الإسلامية، وأعيدها إلى سالف عزها وسابق مجدها، واغفر يا ربي للمؤمنين والمؤمنات، اللهم وأخرجنا جميعا من الظلمات إلى النور. اللهم يا ربي ولا تحرمنا من خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تسقي عبادك وبلادك وبهائمك، وأن تنشر رحمتك، وأن تحيي بلدك الميت. اللهم يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم يا رب، اشد بيدنا وبإخواننا في فلسطين وفي بقاع العالم، اللهم اشد بيدنا جميعا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم يا رب خذ المشركين والظالمين يا رب العالمين، واجعل كيده في نحورهم يا رب يا كريم، اللهم قوي شوكتنا وشوكة المسلمين أجمعين، واحفظ ملكنا، اللهم وفق الخير وعينوا عليه، اللهم أعطنا البلدان الصالحة، اللهم أرزق البلدان الصالحة، اللهم اصلح به البلاد والعباد يا ربي يا كريم، اللهم اشكر ربي ولي عهدي مولاي الحسن وبشقيقه مولاي الرشيد وسائر أسرته الشريفة العلوية يا ربي يا كريم، اللهم يا ربي من كان خنوي خيرا لهذه البلاد فاجعل له خير في خير، ومن كان نوي شرا لهذه البلاد فاجعل كيده في نحره يا ربي يا كريم، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار يا ربي يا كريم، اللهم انزل علينا يا ربي ماء مباركا من عندك يا ربي يا كريم، اللهم أنزل علينا ماء مباركا، اللهم ثبت يا ربي أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم اصلح يا ربي وليداتنا وليدات المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم للخير، اللهم نور عقولهم ونور بصيرتهم، واجعلوا يا ربي من الشباب المفلح الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين إماما، الحاج اللهم تعالى نور البصيرة ديالك، اللهم تعالى يرحم ميمتك وباب وجدودك وحبابك يا ربي يا كريم، وليداتك الله يجعل فيهم البركة، اللهم تعالى نبتهم لك يا ربي نباتنا حسنا، أخي سامي الله يوفقك الخير، الله يصلح لي الدين واليقين يا ربي يا كريم، كذلك الحاج مولاي أحمد الشرعي، الرجل الفاضل، الرجل الطيب، والرجل الصادق، اللهم تعالى يصلح لي الوليدات، اللهم تعالى يرحم لي الوالدين، اللهم تعالى يدوسر بخير كاملين جميعا، لا الأخ سي جليل ولا الأخت سكينة ولا الأخ سي العطاري والأخت لمياء
كلكم الحمد لله دارنا كبيره هذه الحمد لله كتفتحوا لنا باب الله يفتح لكم بباب الخير الباب اللي ما عليه بواب اللهم امين اللهم تعالى يفتح لنا ابواب الجنان جميعا اللهم تعالى اجمعنا في الخير ووفقنا للخير اللهم تعالى شد بيدنا وبيدكم الى طريق الجنه ان شاء الله تعالى يا ربي يا كريم والاخوه المخوفين راه كيستمعوا الان الحمد لله كيامنوا الحمد لله اللهم تعالى يعطيهم الشركه الصالحه اللهم تعالى يعطيهم الاجواز اللهم تعالى يرزقهم من حيث لا يحتسبوا اللهم ارزقهم العفاف والغنى عن الناس اللهم ارزقنا وإياهم من حيث لا نحتسب وارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ربي والأخ جواد اللهم تعالى يعطيه التركة الصالحة اللهم تعالى لم يلد الله يفك حجامها اللهم تعالى يعطيه الوليدات الصالحين يا ربي والله يفرحه في القريب العاجل يا ربي كما أفرتنا وكما أفرتها إبراهيم على الكبر وزكريا على الكبر اللهم تعالى يفرحه يا ربي والله يطلق حجامه يا ربي يا كريم سيدي عبد النور الله يعطيه الخير وراكي وقف مع الاخوات وكيصيفط لي من الراديوات الحمد لله الله يعطيه الخير الله يصلح لي التريكه يا ربي يا كريم الله يعطيه اللهم امين يا رب ان شاء الله تعالى والاخوان كل واحد باسمي راه تبارك الله كثار اللي ما ذكرش الاسم ديالو يسمح لي الله يعطيكم الخير والله يوفقكم الخير وتحياتي واحتراماتي وكنشكر المحسنين العفو لا بوشرة من فرنسا ولا ميلودا ولا كلهم الحمد لله الله يوفقهم لا مليكة من مراكش تبارك الله الله يسخر الامور الجميع ومن طول خليك تتلبني شكرا لك شكرا لك سي فؤاد شكرا لك ابو لا شكرا لك على هذه الكلمات الطيبه سي فؤاد الحمد لله هو فاقد للبصر من اقليم اسفي وهو الحمد لله حامل لكتاب الله تعالى ومفقه في الدين وكيحضر المناسبات الطيبه عند العائلات في المناسبات السعيده والمناسبات الحزينه يقرا القران الكريم وكيقول الذكر الحكيم وهاد الناس المسمعين والذاكرين والوعاظ هما احيانا كيكون هذاك هو مورد الرزق ديالهم واحيانا يصادفون من يكرمهم واحيانا ربما لا يصادفون ذلك وكيكون فيهم الحياء ولا يطلبون وكيبقوا في ظروف صعبه كنطلب الله تعالى هو الغني يغنيهم من فضله ويغنيهم من جوده ويغنيهم من بركاته والسي فؤاد هنيئا لك اخويا وتحيه اليك ولكل الأحباب ديالك اللي هما يا مكفوفين الأسرة الكبيرة ديال المكفوفين والمكفوفات اللي هما يا دائما مع القرآن ومع الذكر رغم الظروف الصعبة وربي بهم نرزق بهم نرزق وبهم نكرم وبهم ربنا عز وجل كيفتح لنا أبواب التيسير وأبواب الفرج. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.